من الجزائر ينضم إلينا صابر البليدي الكاتب والمحلل السياسي. سيد صابر، إلى أي مدى كان الجزائر في حاجة إلى هذا المرسوم؟ طبعا الجزائر إن لم نقل أنها تأخرت في إعداد هذا النص التشريعي، خاصة أنه الساحة الإعلامية على شبكة النت تحولت يعني في السنوات الأخيرة إلى شبه فوضى عارمة، بحيث هناك ربما العشرات إن لم نقل المئات من المواقع الإلكترونية التي تشتغل على المحتوى الإعلامي والإخباري، لكن تسودها العديد من الاختلالات التي أضرت أحيانا بالمهنة، أضرت بمصداقيتها، انتهكت ربما خصوصيات أو حقوق الآخرين. ولهذا من وجهة نظري أن الجزائر ربما تأخرت في هذا المجال، وجاء النص ليضع حدا ربما لمساحة من الفوضى سادت الإعلام الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة. عندما يأتي الحديث عن تنظيم أي وسائل للإعلام يأتي الحديث عن حرية التعبير، إلى أي مدى هذا المرسوم يتفق أو يتعارض مع حرية التعبير؟ هو الواقع كل ما إذا كان الحكومة من زاوية هي تروج لتنظيم القطاع لهيكلته، إلا أن كل الزاوية ربما الحقيقية هو الإعلان الحكومي، بحيث أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة منذ أشهر عن نية الحكومة في إفادة الصحف أو المواقع الإخبارية بالإعلان الحكومي، وهي الخطوة التي اعتبرت خطوة يعني أيضا لنقول ترويض أو للتحكم في الإعلام بشكل عام، لأنه كما جربت الجزائر في سنوات أخيرة سلاح الإشهار العمومي الذي يتحكم إلى حد كبير في الخطوط الافتتاحية للمشهد الإعلامي بصفة عامة، يراد استنساخ التجربة على الصحافة الإلكترونية، خاصة وأنها أظهرت سقفا عاليا من الحرية من النقد من ولكن من ما العقوبات في حالة عدم الالتزام بهذا المرسوم؟ هو لحد الآن ما جاء في النص التشريعي الأولي المعلن عنه من طرف وزير الاتصال أنه يعني يضمن أو يكفل حق الطرف الآخر في الرد أو في التصويب أو في تصحيح المعلومة أو الخبر أو يعني إعطاء الصورة الحقيقية. هذا الشيء هذا كان غائب في سنوات ماضية. صحيح هناك أطراف أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تعرضوا لانتهاكات، تعرضوا لربما مساس بحياتهم الشخصية، ولم يتم رد الاعتبار لهم، حتى جاء هذا النص من أجل تنظيم القطاع في هذه الزاوية. يعني أرى أن التركيز جاء على هذه النقطة بالذات. شكرا يا سيد صابر البليدي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الجزائر.